كما الفرحة التي يفرح بها الإنسان، شعور لا يوصف. أني أفيد الناس بشيء أنا تعلمته واستفدت منه، هو شعور فطري يجي مع الإنسان من يوم يولد. ابتسامة على وجه الناس الموجودة هنا تسوى الدنيا وما فيها صراحة. احنا هدفنا نساعد كل المحتاجين في العالم في جميع الثقافات في جميع الكالتشر. العطاء بيرجع لك مرة ثانية، وفرحة لي شخصيا أني شاركت بهذه الفرحة لأسرة فقيرة لا تملك ثمن العلاج. التجربة ستك تتكرر مرة ومرارا وتكرارا، فالشعور مباشرة يأتي بالمسؤولية لا أكثر ولا أقل، الناس بالناس والكل بالله عز وجل.